الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، العالم كله في حالة قلق وفي حالة توتر، ليس في هذه الأيام وحدها، وإنما تعلو حالة التوتر بين حين وحين على مدار القرن الذي نعيشه أو تبلغنا أخباره. ما مصدر هذا القلق؟ مصدر هذا القلق من مدى ابتعاد المخلوق عن المهمة التي أوجد فيها بها في الأرض أو أوجد لها. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكي يزول القلق عند المؤمن، يعني المؤمن لا يجب أن يكون لديه قلق لا من رزق ولا من مساء اليوم ولا من صباح الغد ولا من أيامه الباقية له في الدنيا، طالت أم قصرت، سواء الأيام دي ساعات أسابيع شهور سنوات. المؤمن لا يعرف القلق طريقه ولا يعرف هو طريقه إلى القلق. يعني القلق إن كان في مكان لا يذهب المؤمن إليه، وإن كان القلق في مكان والمؤمن في مكان لا يهتدي القلق إلى قلب المؤمن المصدق بالله عز وجل. تعال قارن بينك الآن وبين نفس الشخص عندما كنت 9 أشهر في بطن أمك. في بطن أمك كنت أنا وأنت، لا بصر لا يد لا قدم تسير، لا عقل يفكر، لا تخطيط، لا دراسة جدوى، لا مهنة، لا حرفة، لا شيء. أمكث 9 أشهر يسخر الله عز وجل للأم تسخيرا تاما كاملا أن يصل إلي الغذاء الكافي، رغم أن لا أكسجين، لأن الرئتين مغلقتين، أنت تأخذ دم جاهز، مش محتاج أكسجين، مش محتاج لرئة. وبالتالي لما نولد ويسمع الأهل خارج غرفة الولادة في البيت أو في المستشفى صراخ الطفل، يفرح الجميع ويبتسم، لأن الولد أو البنت خلاص دبت فيه الحياة. لماذا؟ لأن مجرد أن قطع الذي استقبل المولود، الممرضة أو الممرضة أو الطبيبة أو الممرضة، المولود الجديد قطعوا الحبل السري، انقطع عن الأم، إذا بالهواء الجوي يندفع، تنفتح الرئتين، يصرخ الولد، يستهل الباقي. وأنا أنزل من بطن أمي، أنزل باكيا، وأنزل وأنا ممسكا يدي هكذا كأنني أقبض على الأيام التي سوف تأتي. عندما يأتي ملك الموت لينهي هذه المرحلة، مرحلة الشهادة، ماذا نصنع بأبينا وأمنا وعمنا وأخانا الذي ينازع؟ بعد أن تخرج الروح نبدأ في فتح يديه حتى لا تتصلب، وكأنما يقال له أنت جئت إلى الدنيا قابضا عليها، أنت الآن خارج، لماذا تمسك يديك هكذا؟ تمسك يديك على إيه؟ لا شيء، افتح يديك، سلم ما عندك. سبحان الله. طيب، إلى الآن الأطباء في العالم وخبراء الطب وأمراض النساء والولادة وإلى آخره لا يعرفون
رغم ان في نظريات لا ترقى لمستوى الحقائق العلمية، لماذا بعد انقضاء 7 أشهر او 9 أشهر داخل رحم الام، ما الذي يجعل الطفل يبدأ في النزول، وما الذي جعل هذا المكان الضيق يبدأ ليتسع؟ الى الان لم يضعوا ايديهم على السر الكامن ان يخرج من عالم الضيق والظلمة الى عالم الاتساع والنور. ما هو السر؟ اني انا الله رب العالمين. قيل لموسى وان القي عصاك، يقول اهل العلم الكبار يعني القي الاسباب. احيانا للانسان يرتب الاسباب ولا تأتي الاسباب بشيء، لكن يأتي قدر الله وقضاء. مات نجار بسيط في عصر تابع التابعين، نجار رزقه يوم بيوم، عنده من البنات 9، دخل الجارات لعزائها، ماذا سوف تصنعين؟ لا تحسنين لنجارة ولا مهنة، ولا أنت موظفة في البلدية ولا غيره، ماذا تفعلين مع 9؟ قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، ذهب الأكال بقي الرزاق. ربما ما زال النوم يداعبكم إلى الآن في هذا الصمت، لكن المهم هذا كلام يجب أن يدخل في القلب قبل العقل، وفي العقل مع القلب، وفي القلب والعقل معا. هي المرأة فهمت القصة، زوجي كان أكال يأكل ليس رزاقا، مش أنت الذي ترزق زوجتك أو عيالك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأنا وأنا في رحم أمي لم يكن للإنسان منا أن يعول الهم والقلق لأنه غير مدرك. للأسف لما كبرنا البعض منا بعد أن بلغ الحلم وأصبح له حرفة وأصبح له وظيفة وأصبح له فم يتكلم ويد تمسك ورجل تتحرك وعقل يفكر، هنا إن الإنسان لا يطغى. لماذا يطغى؟ أن رآه استغنى. رأى من؟ رأى نفسه. أنا عندي عقل، أنا عندي عزوة، أنا عندي قبيلة وعشيرة، أنا عندي علم، أنا عندي مكانة اجتماعية، يعتمد على هذه. لكن العبد المؤمن هو إنسان مسلم أمره إلى الله. ولذلك العلماء قالوا إذا أردت أن تعرف مدى يقينك بالله ومدى توكلك على الله ومدى ثقتك في الرزاق الذي سمى نفسه هذا الاسم ووصف بهذه الصفة من قبل أن يوجد من سيرزقه، يعني هو الرزاق من قبل آدم، الرزاق من قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلما خلق هذه المخلوقات التي ترزق تحقق اسمه وصفته الرزاق على هذه المخلوقات. لكن قبل هذا هو الرزاق سبحانه، ويرزقك لأنك مش مسألة تطيعه أو تعصيه، لا، الخلق عيال الله وهو يمنحهم ولا ينتظر منهم شيئا، إنما يعني يرضى لهم أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. إذن الإنسان كي يعرف مدى يقينه بالله ومدى ثقته بالله يجب أن تتحول علاقته بالله كعلاقة الرضيع ابن الشهر والشهرين مع أمه. زوجتك ترضع الساعة 10 صباحا، هل المولود اللي عمره 2 شهر يعول هم رضاعة الساعة 1؟ هل يخطر ببالي هذا الهم هذا الأرق؟ أنت لماذا تعول هذا الهم وأنت في هذا العمر؟ لو استغنوا عني في العمل، لو الغلاء استمر، لو هذا التوتر طال على العالم، من أين آكل أنا وأولادي؟ تأكل من عند الرزاق ذو القوة المتين، تأكل من عند من لا تنتهي خزائنه. أتخشى الفقر يا أبا حازم؟ قال أنا أخشى الفقر، وربي يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، مالك الملك هذا الرزاق هذا. كيف يعني أشك للحظة أنني إن تركت عملي لا أجد ما أكله، أو مت لا يجد أولادي ما يأكلون؟ هذا كلام تهريج، هذا كلام قد يكون فيه كبير من الشرك بالله، عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. كن مع الله
ولذلك الإنسان عندما قال رب العباد لأمنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة، بالله عليك امرأة تضع في أضعف حالاتها الصحية ويأمرها رب العباد أن تهز جذع النخلة، نحن جميعا هل نستطيع أن نهز جذع النخلة؟ لا. لكن لماذا قال لها رب العباد وهو يعلم وهو العليم الخبير أنها لن تستطيع؟ ليضع لنا قانون السببية، الرزق موجود نعم لكن يجب أن نسعى إليه. نذهب إلى أقول لك شيء، في طائفة من العباد تحارب رزقها، شوف تحارب ورب العباد يرزقها، بالله عليك طائفة الأطباء ربنا يبارك فيهم جميعا، الأطباء طبيب ماذا يصنع؟ يحاول أن يخفف المرض الذي عندك، تمام؟ طب إذا خفيت أنت من المرض وشفيت من هذا المرض ورب العباد شفاك من المرض، هل تذهب للطبيب وتأخذ دواء وتعطيه أجرا أو التأمين الصحي يعطيه راتبا؟ لا، فهو في الظاهر يحارب رزقه ولكن في الباطن يرزق أم لا يرزق؟ قال موسى يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. يطيب نفس العبد وإن شاء الله تكون بخير بإذن الله، تخلق على ابنتك بإذن الله، زوجتك تخف بحول الله، أنت إن شاء الله تصير أفضل، يعني يبتسم في يعني ولا يذهب كما قال أحد العائدين لقريب الله مما تشكو؟ قال والله أشكو من ضيق في صدري وألم في جنبي وصداع في رأسي. قال يا الله هذه الأعراض التي مات بها أبي الأسبوع الماضي. أنت تريد أن تهنئه أو تؤسيه أو تعزيه أو تقلل من قلقه؟ أحبتي في الله، الجنين الذي كان في بطن أمه هو أنت الذي موجود الآن عندك 30 و50 و70 و80 سنة، أنت كان يرزقك الرزاق وأنت في بطن أمه، هل زالت صفة الرزاق عن الرزاق سبحانه لما صرت كبيرا؟ فلماذا القلق؟ القلق والتوتر هذه صناعة إنسان بعيد عن الله، هذه صناعة إنسان لا يوحد الله حق التوحيد، هذه صناعة إنسان قلق متوتر. ما الذي تأخذه من القلق؟ صداع وارتفاع ضغط وسكري وأمراض وقلق بالليل وهم بالنهار، وتقول من أين؟ يا أخي اطرق باب الله سبحانه، ومن طرق باب الله عز وجل سبحانه الذي ينجي. إننا قلنا لكم من قبل عن الثلاثة الذين شتموا الحجاج فأشار إليهم وقال لأتباعه اقتلوهم وخرج، وضعوا في السجن مدة ثم جيء بهم لتنفيذ الأمر، فقالوا للثلاثة لكل واحد ماذا تريد؟ يعني أنت قبل ما نقتلك ماذا تريد؟ قال الأول أنا أريد أن أصلي ركعتين، سمحوا له بصلاة ركعتين، وقال الثاني أنا أريد أن أرى أمي كي أترضاها وتدعو لي، اللهم بارك في أمهاتكم ورحم الله من مات منهم، والثالث قال أنا أريد حساء، يعني حريرة، يعني عايز حريرة، ورأس خروف مشوي ورقاق، يعني أصناف من الطعام. فتعجب الحاضرون قالوا لابد أن أصابته لوثة عشان هيقتل. قالوا أيها الشاب أفي هذا الوقت تطلب هذه الطلبات؟ فأمسك قشة صغيرة تبنة وقع على الأرض، قال ما هذه؟ قالوا هذه تبنة قشة. قال ولو فتحت إصبعي هكذا متى تصل إلى الأرض؟ قالوا تصل بعد لحظة، يعني مسافة بسيطة وزمن بسيط. قال إلى أن تصل إلى الأرض لله في هذه اللحظة 100,000 فرج وفرج. قالوا افتح إصبعيك. فتح إصبعي وبينما التبنة تتساقط صاح صائح خارج المكان لقد مات الحجاج. من الذي يسير الكون؟ وانت مفيش اي اثر يعني يؤثر في القول. المهم فانا اريد ان اقول ان العبد لا يقلق، العبد المؤمن لا يعرف القلق ولا يعرف الارق ولا التوتر، وانما هو ذاكر لله، ان اصابه غم استغفر الله، وان اصابته ضائقة مالية استغفر الله، وان اصابه
خوف من أناس معينين استغفر الله. هؤلاء القوم بعد رضي الله عنه لما رجعوا من أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يعني الإنسان إذا أصبت بالخوف عليك بحسبي الله ونعم الوكيل، إذا أصبت بالغم فادع دعاء سيدنا يونس التي تخلت عنه الأسباب كلها بالأسباب بالعلم. يونس لا يخرج من بطن الحوت، قانون السببية، حوت ابتلع إنسانا، ظلمة البطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، الأسباب كلها تتخلى عنه، لكن رب الأسباب ما تخلى عنه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه رب العباد عز وجل. قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا سيدنا موسى، يا موسى إنا لمدركون، فرعون وجنوده خلفنا. قال كلا. قال كلا. كيف كلا؟ البحر من الأمام والعدو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال اضرب بعصاك البحر. واحد فيلسوف من أمثالنا يقول إيه علاقة ضرب البحر بالنجاة من فرعون وجنوده؟ الجيوش، الجيش خلفنا والهلاك يحيق بنا، ولو فررنا من فرعون سقطنا في البحر وغرقنا، فكيف نضرب؟ يعني ما علاقة ضرب؟ لكن العبد عندما يطيع أمر الله، فلما ضرب البحر إذا به ينفلق انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم أزدفنا ثم الآخرين وأغرقنا وأغرق فرعون ومن معه وجنوده ونجى سيدنا موسى. هل ضرب العصا هو الذي أنجى؟ لا، الله يعلمنا كيف نتخذ الأسباب. لا تيأس ولا تقلق ولا يزورك القلق، أكثر من الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. هذه الأطوار تدل على طلاقة القدرة لله سبحانه، فما عليك أحبتي في الله إلا أن تطرد القلق بعيدا عنك وثق في الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك عندما يأتيك ملك الموت ليقبض روحك أنت الوحيد الذي ترى ملك الموت، من حواليك يبكون، الزوجة والعيال أقارب والأهل يبكون، يقف ملك الموت ولا نراه ويخاطبنا ونحن لا نسمعه، أتبكون عليه؟ فهو مقهور، هو حالة قهر، انتهى دوره، انتهى أيامه، انتهى رزقه في الحياة. أتبكون مني واخدين على خاطركم مني؟ فأنا مأمور، أنا مأمور كل يوم أوراق الشجرة تسقط هذه وتلك وهذه وتلك، سبحان الله، أنا مأمور، والله إن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. فيقال لو سمعوا ملك الموت إذن، عندئذ يعني في هذه اللحظة، لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. أحبتي لا تنسى أنك جئت إلى هذه الدنيا لتعمرها بالطاعة وبالتوكل على الله وبعدم الأرق، لأنك تخاف من أمر خيالي، أنت تخاف من الفقر ربما لا، أنت تخاف من مصيبة ربما لا تأتي. لماذا تخاف قبل الخوف؟ لما تنزل المصيبة ادعو الله سبحانه، اللهم أزل عنا المصائب ما صغر منها وما كبر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.